بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول صاحبه: تأملت في آيات الله عز وجل فرأيت جميع الأنبياء دعوتهم واحدة التوحيد، إلا أنه أشكل علي في قصة لوط عليه الصلاة والسلام، إذ يبدأها الله جل وعلا بذكر فعلهم بذكر الفاحشة ولم يذكر التوحيد في هذه القصة، أرجو إزالة هذا الإشكال. لأنك لم تقرأ الآيات التي في قصة لوط عليه السلام. أليس من الآيات كذبت قوم لوط المرسلين؟ أليس كذلك؟ كذبت قوم لوط المرسلين، هذا هو التكذيب بالعقيدة. تكذيب المرسلين تكذيب بالعقيدة مع إتيانهم للفاحشة، فهم كذبوا المرسلين وأتوا الفاحشة. نعم.